تنبيه مهم. يقول الشيخ حفظه الله: وهنا مسألة يجب التنبيه عليها. هابا بنا مسألة نواجب كويزندوشا، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج. هذه مسألة مهمة. أسمى مسألة ينيني كوانبا باذي وانواكي ويندا وكتمية داوة وعجيلي كزوية كشوك دم يحيذي إلي أماكينيكي كفونغ رمضاني نواتو أو كتكليز عبادة الحج. يقول حفظه الله: فإن كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم مدة ولا تقطعه فلا بأس بتناولها. إكيو هذه تيمبي أنازوتوميا زكوزوية كشوك دامو كوامودة تو ولا هزكاتي دامو مليلي سيو فيبايا كتوميا. Mfano mwanamke atumia tembe ili afunge Ramadhani nzima pamoja na wanaume. Isije ile damu ikamvurugia saumu yake ya mwezi wa Ramadhani. Yajuzu. Sheikh asema yajuzu. Lakini wa in kana taqta'u al-haidha qat'an mu'abbada. Ikiwa zile tembe zinazuia hedhi kabisa, hedhi haitatoka tena. فهذا لا يجوز إلا بإذن الزوج. هي هيفاي اسبقوك وإذن يمومه. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه قطع النسل. سبهي إنبانيكا كوكاتا كزازي. منامكي كزوية حيذي مليلي نكوانبا هويو حتزا تينا ويو هفاني هيفي اسبقوك وإذن يمومه واكي. سوا هذه